تعالي هالفقرة اللي هلا نحن بدنا نحكي عنها، مثل ما شايفين هلا بدنا نورجي الفطور جاهز، الفطور جاهز جايبينه معنا. طبعا عودة للطبيعة وتحديدا الصناعة اليدوية بمهرجان بأيدينا برعاية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ودعم المكتب الإقليمي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية. اليوم معنا أحد الأسر المنتجة، لكن مو أي أسرة، من رخلة، من منتجات الطبيعة وخيرات الطبيعة السورية. أكيد رح يكون معنا ليحكوا عن منتجات ونعرفكم عليها بأشكال متعددة، يمكن البعض يستغرب منها بس صدقوني الطعمة كتير طيبة. اليوم رح يكون معنا أكيد السيد طارق أبو الخير والسيدة ليندا أبو الخير من رخلة وخيرات الأرض بأيادي السورية، رح تكون محطتنا. خلونا نصبح عليهم ونبلش فورا لأنه أنا وسالي كتير مبسوطين، ما بتخيلوا قديش. صباح الخير. صباح الخير. صباحكم وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. ليندا، يعني عم نشوف شغلات مميزة، عم نشوف قصص سيد طارق، يعني طاولة صارت غنية، يعني الكل بده يشوفها هلا بده يقول وكيف إذا كانت من الطبيعة ما فيها مواد صناعية، ما داخلها مواد حافظة، وهلا كله عم يحذر منها زينا. صحيح. خلينا نحكي اليوم شو أهم المنتجات تبعكم؟ في عنا منتجات كثيرة، مثل ما حضرتكم ذكرتوا أول شيء نحن أولاد ضيعة، فكل هيدا المنتجات مثل ما عم نمونها لبيتنا جربنا انه نحن نكون عم ننزلها على السوق، فبتلاقي مختلف المنتجات من اجبان والبان. اذا بدنا نروح اكثر للموالح، من الميكس اللي عاملينه بين الخضار والاجبان والالبان، مثل ما حضرتك هلا مسكتيه اللي هو ورق العنب المحشي لبنه وجوز. اكلنا نصه انا وزينب المحشي لبنه وجوز، بضل منه هيك. لكن اعطونا شو رايكم بالطعمه؟ كثير طيب، رائعه. بدنا نقول لكل العالم يلي بتحب هالقصص يعني تتوجه دغري لعندكم. هي فلافلة حرة؟ مزبوط، محشيه لبنه وجوز. هي ما خرجت انت على الهواء هلا بنسول اكيد. يعني سيد طارق كمان بدمسكينو لكم سكشن خاص لتعرضوا منتجاتكم كأسر منتجه. مزبوط. لفتنا انه انتم حاطين عاملين مثل التيستر لكل العالم تجي تذوق قبل ما تشتري. والغريب ايضا انه في نكهات جديده، يعني اول مره مثلا انا لما فتت زرت شفت انه مربى البصل او مربى الحر، يعني الواحد بيستغرب. فاحكي لنا كمان عن كيفيه التسويق، كيف اجتكم الفكره وكيف هيك جمعتوا النكهات مع بعض؟ هلا القصة حاطتك، نحن اساسنا هي البراند اللي بلشين فيها جديد اسمه موني. عادة نحن بالضيعة بتعرفي الموني هي شيء اساسي عندنا، بس القصة انه نحن كنا نمون لحالنا، حبينا العالم عم تحب شغلنا، قلنا ليش لحتى ما نخلي العالم كمان تذوق الطعمات اللي نحن عم ناكلها. نعم ناكل. تجربتنا معهم بالدمسكينو مع المكتب الاقليمي، طبعا بنشكرهم لانه اعطونا فرصه كثير كبيره انه اعطوكي فري ستاند بس مشان حتى تلتقي مع الزباين، هن عم بيجيبوا لك ناس تتعرفي عليهم تطوري من حالك. هلا مع قصه كنا عم ندوق العالم، لانه عندنا اصناف شوي، عندنا اصناف تقليديه وعندنا اصناف شوي غريبه. نعم. سو ما فيك تقول لحدا مربى بصل بدون ما يذوقها، يعني هيك على عمياني عياخدها، او مربى الحر او مربى الزنجبيل. نعم. لانه في اصناف غريبه حبينا العالم تذوق. حلو. تستطيب وتاخد عن ثقه. نعم. هلا انا مثلا حامله اللبنه. مزبوط. لبنه بالاوريجانو. مع الاوريجانو الزعتر البري. صحيح. تمام. يعني زينب فينا نذوق نحن على الهواء لانه المنظر لا يقاوم. فينا نقول كمان نحن لكل اللي عم يشوف هالورق العنب هو محشي اللبنه. مزبوط، لبنه وجوز. ايه هاي اللبنه بالاوريجانو سالي، يمكن اللبنه والزعتر اساسا هي تقليد ضيعة. صحيح. صح. بس انتم عاملين كمان لبنه بالحر، لبنه ساده واشياء ثانيه. مزبوط، عاملين لبنه مع شيا او مع بذر الكتان اذا بدنا نروح لفوائد صحيه اكثر غنيه. يعني هي اللبنه اساسا لبنه معزه، حليب طيبة. طبيعي وبلدي. عم نزيد لها قيمتها الغذائيه ببعض النكهات مثل الشيا او بذر الكتان، سمسم وحبه البركه، دخلنا نكهات اللي شوي غريبه مثل البرتقان او الورد على اللبنه، كمان كان في اقبال حلو عليها والناس عم بتحبها. تمام. الجبنه ذات الشيء، عندنا الجبنه الساده التقليديه كمان جبنة. حبينا نفوت لها الحبق، دخلنا لها الزعتر البري. هي ساده معنا. مزبوط. هي ساده. شو دخلتوا لنكهات؟ دخلنا في شيء مع اوريجانو، الزعتر البري، في شيء مع حبق، وفي شيء مع حبه البركه كمان. نفس الضيعه واضح.
وقت نقول نظافة يعني نظافة يعني صحي يعني خالي من كل شيء في اسمه هرمون خلينا نقول أكيد 100% 100% يعني هون منظر الجبنة لحاله يعني رائع. إذا فينا نقرب الكاميرا شوي بس اللبنة حرة اللبنة حرة للي بيحب الحر بيحب الطعم شوي غريبة تمام يعني مصيبة هلأ صارت ما لا ألف صحة ألف صحة خبرونا كمان عن طريقة التسويق بالمطربانات بالأحجام المختلفة كيف إجت الفكرة كمان القصة هاتك عادة بالمونية مثلا اللبنة والجبنة الطعم البلين الأساسية عادة بياخدوها بأحجام كبيرة بس الطعمات شوي غريبة اللي هي مش أساسية بس هي من باب التشكيل فضلنا تكون بقياسات شوي أصغر لأن واحد فيه ياخد أكثر من طعمة يدوق أكثر من طعمة بدون ما يضطر ياخد كميات كثير كبيرة لانه ما شاء الله يعني مثلا باللبنه عندنا 7-8 اصناف نكهات بالجبنه 3-4 اصناف بالمربيات عندنا فوق ال 15 صنف الجبنه 15 صنف مربى وفي لسه اصناف لانه ما بلش موسمها يعني لسه بنعمل مربى البلح بس هلا بس ليبلش موسمه في مربيات بس ليبلش موسمها كمان لسه بتنزل بتنضاف للقائمه سو مشان هيك الاحجام الصغيره بتخليك انت تاخذي تشكيله كبيره تاخذي تذوقي اكثر من طعمه بدون ما تضطري تاخذي كميات الناس اللي ضاقت شو كان ردة فعلها خاصة انه انتم سالي انتبهنا على بس خلوا الكاميرا المربيات على المربيات عاملين تيستر كثير حلو تماما كثير حلو التيستر ويمكن المربيات متنوعة وهلا حكوا لنا عنها انه هو موجود مربى الرمان مربى الزنجبيل ايضا لفصل الشتاء ومربى البصل والبصل مربى البصل البصل مع يعني هلا ريحة بصل نظامي سالي شو اي اكيد هي حضرتك هي هي من يعني الاشياء اللي بتتاخذ مش كمربى تبعيت اللي بناخذه بعد الفطور كاشياء بتتاخذ صحيه مع صحيه وطيبه مع المالح يعني طيبه كثير مع اللحمه طيبه كثير مع الجبنه المالحه او القريش المالحه تبعيتها فبتاكليها بطريقه مختلفه عن المربى العادي يعني لبنى يعني انت كثير مسؤوله عن الشرح مزبوط بالسكشن بمهرجان بايدينا العالم عم تشتري عم تحب عم تجي تاخذ اكثر من مره وخاصه انه مثل ما قلنا منتجات ضيعه خلينا نقول منتجات سوريه نظيفه بنفس الوقت اسعارها مقبوله فخبرينا كمان كيف العالم هيك استقبلت هي الفكره مثل ما شفتوا نحن حاطين تسترات لتكون العالم عم بتدوخ فبس العالم عم بتدوخ عم بتعلق فيها خبريك في عنا هيدي الاصناف كلها المتنوعه اذواق العالم بتختلف في شيء عم بتتقبل البصل الزنجبيل في اشخاص ما عم يتقبلوها بس اللي تفاجئنا فيه هيدا مربى الفريز هذا الفريز مثل ما شايفينه قطع ما عم نعمله قطع تماما الفريز البلدي يعني ايه سالي ما بعرف اذا بدك تذوقي اكيد اعطونا رايكم انا عم دوق لسالي عم فتره اكيد عم فتره هذا الفريز انت بدك تذوقي انت شو بدك تذوقي فالاقبال كان كثير كثير حلو كثير الناس عم بتحب النكهات ومثل ما حضرتك قلتي في اشخاص اجوا اول نهار اخذوا من باب انه اوكي بدهم يجربوا عم يرجعوا لعنا اجوا لعنا امبارح وقلت امبارح انه اوكي عجبنا صرنا مخلصين الاغراض بدنا ناخذ قبل ما انتم تفلوا من الدمسكينو فكثير هيدا الفيديو بياخذوا ارقامكم حتى يتضلوا صح يتواصلوا صح مزبوط على التواصل طالع على الهواء هلا تتباع كمان فكثير الاقبال حلو وكثير الناس عم بتكون مبسوطه من هيدي الطعمات نعم هذا المربى شو كمان؟ هذا مربى الجزر 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 على نمطه عندنا مربى الشمندر كمان عندنا مربى لا هيدا الزنجبيل هذا الزنجبيل الزنجبيل مثل ما بتعرفوا غني بالفوائد يعني اذا بيتاكل لحاله فنحن جربنا نغير ونعدل يكون عم يتاكل على طول على شكل مربى وهو من المربيات الشتويه هو والجزر والشمندر كمان انا حظي مع الحدرة في حدوديه وهي الفائده بالحدوديه تبعه تمام خلينا نحكي ايضا نحن بفتره دعم خلينا نقول مشاريع صغيره صح. اي شيء بيبدا صغير وبيكبر وانا متاكده بهالنظافه وبهالبقلب عم تشتغلوا بترتيب راح ان شاء الله يعني يكبر مشروعكم ما في شيء بلش كبير كله بلش صغير وكبر 100% في هيك خطه معينه ببالكم هلا سو فار عم نحاول نشتغل على مثل حضرتك قلتي مبدئيا عم نشتغل من القلب مش عم نتنازل على الكواليتي مش عم نركض على نعمل كميات العالم عم بتحب وما بدنا العالم تغير رايها مثل ما نحن من 20 سنه بنقوم بهالطريقه بدنا العالم كمان تاخذ نفس الطعمه ايه بدنا ايه حكايه الدعم مشاركتنا مع بدمسكينو باب كثير حلو
عم نتعرف على اشخاص يمكن بحياتنا ما كنا التقينا فيهم مثل حضراتكم، يمكن لولا هالقصة نحن تشرفنا والله. اكيد تشرفنا فيكم. كمان دعم المكتب الاقليمي للاستاذ حسان بدينشي، كثير قلت لك يعني عم يشتغلوا اكثر من الصف اللي هونيك، الموظفين عم يشتغلوا من قلب مثل وكانه الستاند لهم، يعني تترك الستاند شوي بتلاقيهم هن عم يشرحوا للعالم، وعلى شوي ثاني بيبيعوا يعني مشان ما يروح عليك الفرصه. نعم. إيه في حابين نكمل بركي يمكن مع الايام الله يكرمها يكون عندنا شيء نقطه أكبر. بيع مركز بيع لنا، ايه بنحب حابين هي الطعمه اللي حبوها العالم هون ما تضل محصوره عندنا بالضيعه، كل العالم المكسيم عالمي يذوقوها ويشوفوها. والله هي الطعمات العالميه سالي، عن جد نحن اليوم قد ايه بلد في خير، وعن جد قد ايه بده دعم لحتى نصدر هذا الخير لنقول انه سوريا بلد خيرات وفيها ابتكار، فيها ابتكار وفيها ذوق بالطعمات. انا بدي اسالك لبنى ايضا عاملين علامه تجاريه على المطربانات اللي هي مونه رخله جبل الشيخ حتى يصير انترناشونال فخبرنا. اسم مونة اجينا من فكرة نكون قد ما فينا عم نبسط للأشخاص هيدا الاسم ليكون عم يعلق بذهنهم، فمثل ما بتعرفي المونة هي طبق نعم. أساسي ورئيسي عند كل الأشخاص. نعم. من هون اجت الفكرة أنه نحن نسمي مونة، شوي شوي عم نشتغل لأنه نظبط هيدا البراند أكثر وأكثر. نحن كتير بدنا نتشكركم ورح ننتقل هلا. أهلا وسهلا فيكم.